اب میں تلاوت قرآن پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے آج کے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ قاری المقری قاری محمود احمد سیاد صاحب مدرس الحرمین یونیورسٹی. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع من واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح وسبح ليلا طويلا. ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة إن نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا إن هذه تذكرة فمن شاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله.
إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم.